قاربة القرن 21. الاحتمال الثاني هو أن نصنع ما يصنعه الآخرون، وما يصنعه أغلب الأحزاب، وما صنعه أيضا حزب الأسرار المعاصرة، هو أن نظهر بمظهر القوة الوهمية، أن ندخل أعيان، والأعيان سبحان الله العلي العظيم، الأعيان عندما يأتوا إليك، إحنا دابا مثلا حركوا واش هاد الاعيان ماشي مغاربه؟ واش هاد الاعيان واش ما كتعلمش انه تحركت هاد الاعيان؟ انا نقول لك هاد الاعيان غير بعد السي عبد الصمد، هاد الاعيان بكل صدق باش ما نرجعوش خصو تفتت هاد المصطلح هذا واش معناه؟ كنظن بان تكلمنا عليه بما فيه الكفايه. انا كتقول اعيان هو اللي كيجي ديال الانتخاب. انا اقصد الاعيان الذين تربوا في كنف الاحزاب الاداريه في مهمه سلطويه لكي تحارب الاحزاب الحقيقيه وتدير في المصالحه وتدير في المصالحه هذا المصالحه نتحدث عليها في المحيط. مشتركي مع عمرش بالاعيان هذا، انا عندما يكون حزب، واش تقدم مشتركي مع عمرش بالاعيان؟ عندما يكون حزب بما فيه الاحزاب التي ذكرت عمرها بالاعيان، معنى انها موجوده في تبعيه دائمه للسلطه، لان الاعيان انما علاش دابا الاعيان كيجريو على الاسرار المعاصره؟ لانه تيعتبروا بانه عن طريق الدخول الاصاله المعاصره والشخصيه ديال السي فؤاد علي الهمه سيكونون مقربين من الدوله، يعني بعض المنافع يعني يستفيدونها من تقربهم من الدوله. الاعيان عندنا نحن هو اللي كان الذكاء ديالنا خصو يكون اشنو هي الاليات. انا بطبيعه الحال ما ممكنش نحرم الناس ديال الاصاله المعاصره باش يديروا حزب، باش انا اعطيك واخا طيب انا نقول لك واحد القضيه، المؤسسه ديالنا ديال بغيتي مزيان ما كاين حتى مشكل في الحزب الاشتراكي الموحد. في الحزب الاشتراكي الموحد قبل انتخابات 2007 كانت لدينا لقاءات مع فؤاد علي الهمه وبعض المستشارين الملكيين وبعض الشخصيات الرسميه، تعرفون هذه الاشياء بيان سور. ياك كثير من الاعيان اعتبروا بان هذا مؤشر على انه الدوله لها عطف خاص على الحزب الاشتراكي الموحد، وانه ربما سيكون هناك نوع من التسويه لكي يلعب هذا الحزب دورا في اطار رعايه الدوله، دورا في المرحله المقبله لكي يتم به تجاوز الاتحاد الشراكي. ماذا كانت النتيجه؟ عدد من اعيان الاحزاب الاداريه جاءوا وطرقوا ابوابنا وطلبوا ان يدخلوا، لكن عندما سنتخذ مواقف ديمقراطيه وسنتخذ مواقف يعني تعكس انتماءنا للصف الوطني الديمقراطي وتعكس تناقضنا مع الدولة، وعندما يظهر لهم بأن هناك تناقض مع الدولة سيهربون. سي محمد ما كيبانش كاين شي تناقض كبير غير من عاد الناس باش يجي تناقضات ما كايناش كبيره. اذا الاعيان ملي كيجيو لعندك تيجيو لعندك اعيان الانتخابات اقصد ماشي مجموع الاعيان. راه هضرنا في كيف سي محمد. اذا القضيه ديال اعيان الانتخابات ليست قضيه اختيار يدخل ولا ما يدخلش، داخله في استراتيجيه دولتيه. كاين موضوع اللي طبعا استراتيجيه دولتيه. موضوع مهم عندكم في اليسار وتحديدا في الاشتراك الموحد هو مسألة الإصلاحات الدستورية. يعني سبق لك قلتي وقياديين في الاشتراك الموحد ذكروا بأنه الحزب الاشتراكي الموحد كيتميز على بخلاف الأحزاب الأخرى على وبعض الأحزاب كيلتقي معها اليسار بأنه كيطرح إصلاحات جوهرية. هل المشكل في المغرب الآن هو إصلاحات جوهرية في الدستور أم أن هذا المطلب أصبح متجاوز بقوة الواقع أم ماذا؟ يعني شنو 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 باغيين كاع بالضبط؟ وبالتالي واش مازال كطرحوا نفس الأشياء؟ قضية إمارة المؤمنين، مسألة الملكية، مسألة الهوية، مسألة المبادئ العامة، مسألة التربية الترابية، مسألة يعني شنو باغيين بالضبط؟ شنو باغيين بالضبط؟ القضية بس وشنا هي الإمكانية ديال تحقيق هذا الشيء؟ يعني خص الإنسان يكون واقعي وجاوبني بكل وضوح وصراحة. نعم، فيما يتعلق بالامكانيات هذا شيء النب الاولى نذكروا بعدا على الاصلاحات السياسيه والدستوريه. قضيه بسيطه، انتم تتعيشوا في المغرب كتعيشوا هذا الشيء ديما. ملي كيكون شي حد في الحكومه ولا قريب من الحكومه ولا مرضي عنه ولا خدا من المنصب ديال الوزير اش تيقول؟ تيقول الاصلاحات الدستوريه ما محتاجينش بها، وهذا ترف فكري، وهذا يعني واحد انشغال فقهي بعيد عن افكار الناس الذين يريدون الطريق ويريدون المستشفى ويريدون المدرسه. عندما يخرج من هذا الموقع يقول بانه بدالي او توصلت الى ان الاصلاح الدستوري كان ضروريا. هذا هو اللي درس الاستاذ احمد اليوسفي الينا القضيه بالنسبه الينا بسيطه. ولكن سي محمد هل يمكن يعني هناك خطاب ياك عام تيقول نحن في مرحلة انتقال ديمقراطي، هل يمكن أن يكون الانتقال ديمقراطي بدون دستور ديمقراطي؟
لان صيغه التوفيق الوحيده لا انت كتعرف هذا الشيء احسن مني الالتقاء الديمقراطي غير اسمح لي نقول واحد القضيه لان في هذا السؤال استولي كثير بدون ما نمشيو للعمق ديال الاشكال اللي فين كاين الانتقال الديمقراطي واحد الصوره ممتده بزاف.